يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيام صلى الله عليه وسلم عشان يصفي المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتشغل الناس الشغل كله. وفي مواد من العبودية بيننا لمعبود واحد، يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي. فلما جاء وفد نجران من النصارى إلى رسول الله إلى المدينة، التقوا برسول الله فكان لهم جدل مع اليهود ولهم جدل مع رسول الله ولليهود جدل مع رسول الله ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، ده الجدل لإيه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي وده يقول ابراهيم كان ايه نصراني، دي الحاجات اللي بينهم، اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حب يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى اراد الحق سبحانه وتعالى ان يصفي القضية تصفية نهائية عشان ما نقعدش ايه نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء، رؤساء السيد اسمه المسيح ولا العاقب صاحب المشورة والأسقف ويجادلوا مع رسول الله، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى، قالوا قوله، قال لهم كذبت، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. جاب الفصل والحجة أقوى، ده احنا متنازلين، يعني هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه وبدون. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي هذه الإيه الهمة. فقال ايه؟ قالوا انظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال امنوا، قالوا من امنش، ودخل الايه الجدل بينهم وبين بعض. فلما مردوش امن قال اذا انا وانتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي باي شكل. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحن وندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسنا ونساءنا ونساءكم ونبتهل إلى الله الحق، ده ولا ده؟ ونبتهل إلى الله الحق فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. في أحسن، في أحسن عدالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجددوا ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه، هم يقول لهم بس فإن حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، نقعد نجادل أنت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها، فالمسألة مش هينهيها جدل بقى، المسألة ينهيها واقع، واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالى وندعو، مين اللي يدعو؟ إحنا وأنتم. طب هل هم يدعو أبناءنا ولا يدعو هم أبناءهم؟ لأنهم لا عليهم، وإحنا ندعو أبناءهم ولا ندعو أبناءنا؟ فقل تعالى وندعو أبناءنا، يعني أنتم تدعون أبناءكم ونساءكم وأنفسكم وإحنا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا. ليه؟ أم قال لك لأن دي هي القرابة القريبة التي تهم كل إنسان ولم يكن رسولا، نفسه وأهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم إيه؟ تعالوا لحنا بقى، أنتم بتقولوا كده وإحنا بنقول كده، هاتوا أحبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياة وادخلوا معنا في مباهلة. إيه مباهلة يعني؟ البهلة والبهلة هي اللعنة، يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني،
انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ انا الكذاب. كلام عادل ده كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنه، ان كان الاله الواحد ولا الاله الثاني. فان كان الاله الواحد يلعن التانيين، وان كان الاله وان كانوا الالهه المتعدده يبقى يلعن اصحاب الاله الايه الا يقدر بقى يلعن يلعن. تبقى البهله والبهله هي اللعنه. إلا أنها لما كانت ضراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف قوة القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء. ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم. قالوا له طيب إيه؟ أنزلنا بكرا نجيلك. ثم أرسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه، هو مستعد للحكاية دي صحيح؟ فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي. يعني جاب الحكاية انفسنا وانفسكم ونساءنا ونساءكم. قالوا هذا مستعد، ده هو واثق بقى. فقالوا له لا لا نستطيع على المبالاة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا الا ايه أخذوا، فاحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادن مع بعض ونتفق وياه. فلما جوه لقوا ما مستعد فهمنا يمكن تكون يعني تهويش ساعة ما نقول ان اللعنة منك يا إله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هنقبل على المسألة الا اللي عنده يقين منه، والتاني اللي ما عندوش يقين طبعا يبدأ. فرجعوا هم عن الايه عن المباهلة وقالوا له لا نتفق يا بابا انك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجة، ونبعث لك 1000 حلة 1000 رجب 1000 سطر وقالت مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم اذا امتنعوا عن الايه عن المباهلة. امتناعهم عن المباهلة واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهلة ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش وفتين ودواسق، على ان هم مش وفتين وده ايه وده واثق. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المسألة، افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك.